أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. مقطع اليوم راح يكون عن البلابل وقت التكاثر مالها، من تشعر انت شنو لازم توفر لها حتى تقوم هي بعملية التكاثر. أهم شيء توفر لها أماكن للأعشاش، أقل شيء بالقفص تخلي لها مكانين، هذا واحد وهذا الثاني. توفر لها مواد بناء العش، هذا العش ما شاء الله اليوم عندي بيه بيضة، تشوفون جميع الأقفاص اللي عندي. هاي طبعا جيجي عمرها 4 أشهر، هذا هم بمكانين العش، موفر لهم مواد بناء العش فوقاته يسحبوا ويذبوا. القفص الآخر نفس الشي، لو تشوفون جميع الأقفاص نفس الشيء، كل قفص مخليله مكانين لبناء العش، حتى هم يختارون أي واحد يختارون. مثلا هذا القفص عندي العام مخليلهم مكانين، أول تفقيس أفراخها وفرختها بهاي الطاسة، بنت لها عش وبيضت بيها وفقست، شوفون ايش قد يدبون بالأرضية مالته، كله يروح حرامات هذا، لكن خليهم يلعبون إلى أن يبنون العش. هذا القفص الثالث رقم 5 هنا هم نفس الشيء مخليلهم، وهذا القفص العش هنا عندي نايمة على البيض، عدد 3 بيضات ما شاء الله. وهذا القفص الأخ، وهاي جيجي يعجبها توقف على صلعيتي، كمان جيجي طير يعجبها تجي توقف على راسي. فأعزائي أنتوا إذا تحبون توفرون مكان جيد للأقفاص بعيد عن مرور الأشخاص يعني من يمها، حتى تشعر بالهدوء والطمأنينة، حتى من تبيض ما كل ساعة تقوم وتشمر تكسر البيض مالها، حاولوا دائما أن توفروا لهم الأكل الجيد للمناخ، وبهالحالة إذا وفرتوا لهم كل شيء النهار طويل لازم تخلوا لهم كأنه يشعرون بالصيف، هاي بالتكاثر الشتوي، خليهم يشعرون بأنه الصيف بدأ، الحرارة جيدة، الرطوبة عندي أخلي لهم يعني هنا أنا جهاز للرطوبة، شوفون يطلع البخار، الرطوبة تفيد هواية بالشتاء عندي، وهنا أنا عندي صوبة زيتية بالإضافة إلى التدفئة المركزية اللي عندي بالبيت، لأن الهواء بالشتاء يجي الهواء جاف، الهواء الجاف يأثر على تنفس البلابل وخاصة على البيض وهذا يبسه، فالرطوبة تكون دائما هي مهمة لغرفة البلابل بالشتاء إذا كان الجو. هذا هو الفلتر، شلت الغطاء مالته، نظفته، غسلته، راح أرجعها هسه.
وهاي هي غرفة البلابل، وشلون تريدون تكاثرون البلابل بيها موسم الشتاء، وإن شاء الله أسوي لكم أفلام أخرى عنها. شكرا لمتابعتكم للقناة ومشاركتكم إياها مع بقية الأصدقاء وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.